بين دعوة الرئيس بري إلى الحوار وجولة المبعوث الفرنسي في لبنان، هل من آفاق للحلول؟ طبيب العيون ابن بلدة إبل السقي الجنوبية، ماذا يقول عن تجربته بعد أكثر من عام على دخوله المعترك السياسي؟ بإيجاز لهذا الأسبوع مع النائب في البرلمان اللبناني إلياس جرادي. بإيجاز يأتيكم الاثنين الساعة 8:30 مساء بتوقيت القدس الشريف.